كيف نقتدي بالرسول في تحقيق الرحمة؟ المحبة. نعرف أهم ما كان يعني يرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من مكارم الأخلاق ومن الرحمة. نحن نكون سلوكياتنا كويسة. لازم أن يكون في تراحم بين المسلمين أولا على الفقراء والمساكين. الرحمة مع الأقارب، زيارة المريض، أن نكون رحماء على بعضنا باتباع ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. تراحم بيننا وبين الناس، من لا يرحم لا يرحم. من حق الناس بالرحمة؟ طبعا الفقير والمسكين، كل صغير وكبير محتاج الرحمة من المولى سبحانه وتعالى. الفقراء واليتامى والأطفال والمساكين، ست العجوزة المسنة، طبعا في أطفال مرضى برضو لازم برضو ما نغفلهمش. الفقراء والمساكين والمحتاجين، الأقربون أولى من المعروف زي ما الدين ما قال. الأقربون، الأيتام، الطفل الصغير اللي رسول وصلنا عليه. لماذا تناسى الناس الرحمة بينهم في زماننا هذا؟ أولا الحقد، الكراهية، الأنانية، دخلت الماديات، وإذا الماديات دخلت قلب الإنسان بتطغى على كل شيء، بتطغى على الرحمة، وصلة الأرحام انقطعت بسبب الماديات وجشع القلوب، مشاغل الحياة وسوء الأخلاقيات اللي ظهرت على المجتمع المصري أو العربي عامة، البعد عن الدين والمادة، في إلكترونيات، إنترنت، كل دوت نسعى عند الناس المسلمين كل امور الرحمه خالص، لان قسيت قلوبنا، بعدنا عن القران وعن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الجشع والطمع، اذا الايمان ضاع فلا امان. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. ربما جاء في سياق هذا التقرير بعض الأمور متعلقة بالرحمة، أسئلة من يستحق الرحمة؟ هل يعني فكرة من يستحق الرحمة فنقص الرحمة على بعض الناس، على في اتجاه ما، نحو الأقارب فقط، نحو المساكين فقط، أم أن الرحمة معنى شامل كبير يغطي هذه الحياة حينما تشوبها الغلظة، تشوبها الفرقة، تشوبها أشياء كثيرة يعني تنقض فكرة الإنسانية من أساسها؟ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تؤمنوا حتى ترحموا. فقالوا كلنا رحيم يا رسول الله. قال ليس رحمة الواحد منكم لصاحبه، وإنما الرحمة رحمة الناس، رحمة العامة. أيوة، الرحمة عامة شاملة، مش انا مش برحم ده عشان هو ايه قريبي، لا اعرفه. الرحمه ان يبقى الانسان حقيقتها ان يبقى منطبع منفطر على الرحمه، فتكون الرحمه عامه، رحمه الناس رحمه عامه، الرحمه ايه رحمه العامه. ولذلك مظاهرها طبعا ايه في كل شيء، ليس منا من لم يرحم صغيرا ولا يوقر كبيرا. منها مثلا إن رحمة رحمة الأقربون أولى بالمعروف لا شك. منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم إيه عن رحمة الحيوان عند الذبح، إذا يعني ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسنوا الذبحة مثلا. منها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يصلي فيقوم يسرع في الصلاة أنه سمع بكاء طفل، عشان إيه؟ رحمة بالإيه؟ ويأمر إذا صلى أحدكم إماما فليخفف، ففيكم المريض وفيكم الكبير وفيكم كذا وفيكم كذا. رحمة شاملة لكل شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الرحمة كعاطفة، لما ابن إبراهيم على نبي عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأكمل تسليم انتقل فظرفت عيناه، يعني بكى، ثم قال ايه ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ولا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. رحمه النبي، رحمته حتى بالناس في شريعته، ده رحمه. هي دي نقطة، دي حجر الزاوية. هذه الشريعة، ما خير ورحمة. رسولنا الكريم ما بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم، يعني كل ما فيها من رحمة بالناس ونواهي، وده معنى دقيق أيضا. أن الناس تعتقد أن الرحمة أحيانا يكون ظاهر الأمر فيه قسوة، وهو في الحقيقة رحمة، لأنه
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيرضى، زي مثلا ايه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ان بيعطي مثل كمن استوقد نارا، رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله فجاءت الدواب والفراش على هذه النار. ايوه الفراش بيجي على الايه، على النار او النور او كذا، والدواب بتستدل بهذه النار يعني يتقحمنها يعني بيقتحموها عاوزين، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه يذب بيحشهم وبيضربهم عشان ما يجوش ناحيه النار، هم مش عارفين لان هو شايف ايه نور شايف شيء بيدفعه اليه زي الشهوات بتاعت الدنيا. فنبي ايه وفي الحديث يقول ايه يعني فانا اخذ بحجزكم بياخذ بالحجز يعني مسكنا كده ايه يزقنا يرجعنا، هي دي الرحمه حضرتك عن النار وانتم تتقحمون فيها تقتحموها، يعني انتوا رايحين على النار يعني وانا بحاول ظاهر الامر ابعدكم عنها يعني ظاهر الامر فيه قسوه انا انت عارف لو عديت من هنا هقطع رقبتك ايوه يخوفك، ده رحمه في الحقيقه الرحمه دي لانه بيمنعك فده نوع من الردع رحمه بهم، فدي كل دي مظاهر لرحمه النبي صلى الله عليه وسلم بامته. ومن يكو حازما يقسو احيانا على من يرحم، على من يرحم، انت ليه بتقسو احيانا على ابنك ايوه او بنتك؟ لان خايف عليه، لانك انت شايف اللي هو مش شايفه. فبالضبط هو هذا، فالشريعه التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس في جانبها الخلقي فقط ولكن في جانبها العملي التشريعي اللي هو الحكم العملي، ها اللي هو فيه عقوبات، ها اللي هو فيه منع، ها ده ايضا فيه رحمه، ها الظاهر لكن باطنه رحمه اساسا، خوفا على امته ورحمه بهم من ان يقعوا في النار وتقحمونها. في بعض ما جاء في التقرير اللي اتفرجنا عليه اعزائي المشاهدين مولانا، هل بعض تفاصيل الحياه، ماديات الحياه، انشغال الحياه، انشغالنا ببعض ضروريات الحياه احيانا وغلبت هذه الضروريات يعني ما يعني لم تفسح مجال الرحمه، اثرت على فكره التراحم بيننا، لان الرحمه هيطلع منها التراحم. نعم التراحم بين الناس، كيف نتراحم؟ هل أثرت ماديات الانعزال، انشغال الناس عن بعضها بفكرة التراحم، بسلوك التراحم فيما بينهم؟ نعم طبعا لا شك سيادة المادة، حكم الكم والعدد والظاهر، لا شك ده صرف الناس عن الجوانب الروحية عموما والرحمة بصفة خاصة، لأن كلما اقترب الإنسان من المادة والحس كلما ابتعد عن الروح ومقتضياتها من الأخلاقيات، وكلما اقترب من الروح ومقتضياتها من الأخلاقيات ابتعد عن المادة وأودارها وأوزارها من السفليات والسفالات والانحطاط اللي والأمور الدنيا، وأمور الدنيا اسمها دنيا دنيا نعم. فطبعا لا شك المادة النهاردة أصبحت هي اللي بتحكم حركة الحياة، فطبعا ده بينمي إمكانيات الانحطاط والفجور في النفس البشرية، لأن النفس دي عبارة عن مرآة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فيها الجانب الفجور وفيها جانب التقوى، جانب التقوى بيطل على عالم الروح، على عالم الروح، وجانب الفجور يطل على عالم المادة، على عالم الحس، فكلما اقتربت يعني اقترب الإنسان من الروحانيات يقوم مقتضاها العالم الأخلاقيات والعكس صحيح. فطبعا لا شك جانب المادة وسيطرتها على الحياة هو في الواقع ده فتن هذا الزمان الذي نعيشه، أن الإنسان اختزل الحياة إلى أطر مادية بحتة فأصبح أسير لهذه المادة التي صنعها لنفسه واعتقد أن فيها سعادته، فغاص في رمال متحركة ولم يستطع أبدا أن يصل إلى السعادة، اللذة ليست هي السعادة. ولكن أين السعادة
ونحن نقف حيال سيرة سيدنا صلى الله عليه وسلم، حيال خلقه الكريم. كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. تعلمنا منه الرحمة، تعلمنا منه كيف نعفو عن الناس، كيف نصفح، الصفح الجميل والحزن الجميل والصبر الجميل، تعلمنا منه كل شيء. كيف إذا ما أخذتنا الحياة في هذه الرمال المتحركة والتي ضعفت المقاومة إزاء أشياء كثيرة من ماديات ذكرها السادة الذين رأيناهم في التقرير، كيف نذهب ونهرع إلى سيدنا صلى الله عليه وسلم لنلتمس الدواء، لنصرف من عنده هذا الدواء، لنقيم أنفسنا مرة أخرى وتستقيم الخطوة في هذه الحياة. أن نتأسى بسيرته. كيف نتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي بيحب فنان أو لاعب كورة أو مثقف معين أو شخصية معينة بيحاول قدر الإمكان إن هو يعني يتحرى سيرته، يتحرى كل ما يفعله، بيتتبعه في كل كبيرة وصغيرة، بيعرف كل شيء عنه. فإذا كنا جادين فعلا في البحث عن السعادة، في البحث عن الراحة، في البحث عن النجاة، ونحن في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كيف نتحرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا الحقيقة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن نأتي في يوم من الأيام في العام ونتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث عنه، ليس هذا فقط ليس هذا فقط أيوة. لكن كيف نحول كل أيام السنة وشهور العام وكل السنوات وكل أعوامنا وأيامنا ولحظاتنا إلى حياة حقيقية من صورة من الحياة المحمدية؟ كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، في معاملاته، في أقواله، في بيته، في صمته، في بيته مع جيرانه، في غضبه، في رضاه، في سفره، في حله، يعني في حله وفي ترحاله، في طعامه، في شرابه، مع نسائه، مع أبنائه، مع بناته، مع صحابته، مع المؤمن، مع الكافر، مع الخلق. كيف تتحرى في حروبه، في حروبه، في سلامه، في سلمه؟ كيف نتحرى، كيف نتحرى هذه السيرة ونعرفها؟ وبعدين بعد ما نتحراها ونعرفها، إزاي أعرف عيشها؟ كيف أعيش سيرة النبي؟ كيف أعيش هذه الحياة؟ أعرف أعيش المنهج ده، إزاي أعيش المنهج ده؟ الشريعة ليست مجرد زواجر ونواهي وأوامر، الشريعة صياغة حياة، زي ما قال مولانا الشيخ دايما نكررها، كن شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو حنفيا، ولكن كن محمديا. محمدية كمال، تخلق بأخلاق الربوبية. إزاي تقف على هذه الصيغ في الحياة وتتأسى بها وتتخلق بها؟ ثم إن نجحت في التخلق بها، كيف تتحقق بها؟ ما في تعلق وإن في تحقق، في تخلق وفي تحقق. الله، أنا بتعلق بيها عشان بحبها الأول، فبتعلق بيها، التعلق خليني أبحث عنها فأتخلق بها، فإذا ما تخلقت كيف أتحقق بها حتى تصبح فطرة لي، طبع فيا، لا أتكلفه، ما بذلش جهد عشان أبقى رحيم، يبقى تلقائي، يبقى تلقائي الرحمة تلقائية، ما بذلش جهد عشان أبقى متواضع، ما بذلش جهد عشان أبقى كريم، بتلاقي إيه جواريحي تسبق، لأن إيه ما استودع في غيب السرائر ظهر على شهادة الظواهر، ما بتكلفش المحبة لكن هي هو غصب عني، وما أنا من المتكلفين، هكذا من المتكلفين. يعني هكذا جاءت الآية الكريمة قرآنا على لسان سيدنا صلى الله عليه وسلم. مولانا اسمح لي معايا، أم منا الإسكندرية والأستاذة نادية من الأهلية، لأن حضرتك فتحت لنا كده يعني عناوين مهمة جدا. كيف تكون هذه العناوين خطة حياة في حياتنا؟ معايا أم منا من إسكندرية. أم منا أهلا بيكي. ازيك يا استاذ حسن؟ يا اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. فضيله الشيخ، مرحبا، كل سنه وحضرتك طيبه بخير.
ربنا يخليه لنا يا رب. الله يخليك. طيب اتفضلي. ليا بس سؤال، فضيله الشيخ يعني يلقي الضوء على اداب زياره قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، لان احنا لما بنروح العمره وبنشوف حاجات غريبه يعني، فحضرته يعني يقول لنا. الحاجه الثانيه، ازاي الانسان يعني او احنا نوصل يعني التواضع زي اللي كان عند الرسول عليه الصلاه والسلام. التواضع واداب الزياره. بشكرك شكرا جزيلا يا مؤمنة. معايا الاستاذه ناديه من الدقهليه. استاذه ناديه اهلا بيكي. اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. انت بالصحه والسلامه. ايوه معلش يا دكتور محمد، انا قرات في العباره في كتاب كتب القلوب وعايزه اقولها لحضرتك وتقولي معناها يعني. اتفضلي يا ستي. هي سر المحبه يتلقى من افواه العلماء وينسخ من قلب الى قلب. سر المحبة ينتقل يتلقى من أفواه العلماء وينسخ من قلب إلى قلب. العبارة دي عجبتني قوي وعايزة أعرف معناها، ويا ريت تعرفني حضرتك الفرق بين محبة الخلق الحادثة ومحبة الله القديم. حاضر. محبة الله الحادثة. لا الخلق. محبة الخلق الحادثة. الخلق الحادثة ومحبة الله القديم ومحبة الله القديمة. حاضر. بشكرك شكرا جزيلا يا حاجة نادية. مولانا خلينا نجيب على أمنا، وأمنا بتقول أداب زيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني في عند زيارة روضة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني كما بين العلماء طبعا أنت تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره كأنك تدخل عليه وهو حي أمامك، مش أنك أنت داخل على قبر. أنت داخل يعني أدب الزيارة أنك تدخل أنت داخل على النبي وهو قاعد. والله لا يا ولدي لا تتحقق بهذا الأمر إلا إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر وعند كل أمر ومع كل أمر وقبل كل أمر وبعد كل أمر. فأنت رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فأنت جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تدخل عليه باعتباره حيا أمامك. فشوف أنت هتعمل إيه لما تكون أنت داخل على النبي. واستغفر لهم الرسول. يعني الرسول سيستغفر لهم. أدب الجوارح أولا وأنت داخل، وتتذكر كل الآيات المتعلقة بالأداب، عدم رفع الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تقدموا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إزاي ما تقدمش بين إيدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي وانت داخل على النبي صلى الله عليه وسلم تقف أمام روضته الشريفة على قيد يعني خطوتين أو ثلاثة من الروضة الشريفة، وتقف بأدب وخشوع وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت متيقن من أنه يسمعك كما ورد في الأحاديث، وكما قال العلماء يا رسول الله اللهم إني جئت من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة إلى آخره، وبتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في اللهم إنك قلت وقولك الحق في محكم آياتك، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك يا رسول الله، انت بتكلمه، قد جئتك يا رسول الله من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، فادعوا الله لي أن يغفر لي وأن يرحمني. زي مولانا الإمام البصيري ما بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الهمزية، أذكر بعض أبياته، يقول يا رحيما بالمؤمنين إذا ذهلت عن أبنائها الرضعاء، يا شفيعا بالمذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه البراء، جل عاص وما سواي هو العاصي ولكن تنكر استحياء، ألف البطنة المبطئة السير بدار بها البطان بطاء، كل يوم ذنوبه صاعدات وعليها أنفاسه صعداء، أخرته الأعمال والمال عما قدم الصالحون والأغنياء، فبكى ذنبه بقسوة قلب نهت الدمع فالبكاء مكاء، وغدا يعتب القضاء
وليس لعاص عذر فيما يسوق القضاء. يقف ويتقرب إلى الله، ويتقرب إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفيع لنا جميعا، وكما ورد في الحديث الصحيح، ها؟ يعني إذا كان أحد له حاجة فليقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد، نبي الرحمة، يا رسول الله اللهم إني أتوسل بك إلى ربي في قضاء حاجتي، ها؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح استدل به العلماء على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أن التوسل شرطا أو فرضا، ولكن نقول أنه جائز. فلا يجوز، يعني إذا كان هناك من يرى أنه لا يجوز فلا تحجر على غيرك في من يرى أنه يجوز، طالما أنه يستند إلى دليل صحيح. وهكذا في أداب الزيارة، ثم ينتقل طبعا إلى سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر إلى آخره، ويقرأ طبعا يقرأ قل هو الفاتحة وقل هو لو أحد 11 مرة إذا أمكن ذلك، إلى آخره من الأداب الزيارة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم. فصل ونعود إليكم، انتظروا